تسلق الجبال في ليشتنشتاين. عالم الجبال في الدولة الصغيرة منحها شهرة كبيرة. في الغرب تقع سلسلة جبال الشقيقات الثلاث، ويشكل نهر الراين حدودها الطبيعية مع سويسرا. بمحاذاة نهر الراين يحتاج المرء بالدراجة إلى 100 دقيقة تقريبا لقطع الدولة الصغيرة بمساحتها البالغة 160 كيلومترا مربعا من أقصاها إلى أقصاها. الجسر الخشبي راينبروك بني في عام 1901 ويعد نقطة جذب للمتنزهين. معلم الدولة المميز هو قصر فادوز، وهو يقع على ارتفاع 120 مترا فوق العاصمة فادوز، حيث يرى المرء أعمالا فنية حديثة أمام مباني كلاسيكية كمبنى البلدية. المجلس المحلي يضم 25 مقعدا فقط. إنه صغير ومحبوب وجميل ويبدو مثل عش مريح. هو العيش في ليشتنشتاين لأن صغر مساحة الدولة له مزاياه، فالناس يعرفون بعضهم البعض هنا. هنا قضيت أيام شبابي. يرى في الأفق قصر فادوس القديم الذي بني قبل 700 عام، وتسكنه العائلة الأميرية منذ أجيال عديدة. ولي العهد الأمير ألويس فون أوندوتسو ليشتنشتاين سيرث يوما ما العرش عن أبيه الأمير هانس آدم الثاني. لدينا في ليشتنشتاين تركيبة فريدة في العالم تتألف من ديمقراطية برلمانية مع حكم أميري يمارس السلطة، وكذلك ديمقراطية مباشرة قوية. يوافق العيد الوطني للدولة 15 من أب أغسطس. في حديقة الزهور بقصر فادوس يحتفل الشعب مع العائلة الأميرية. العلاقة بين الطرفين جيدة، والمواطنون يتمتعون بحق التصويت على شؤون كثيرة للإمارة. يمكننا المطالبة بطرح كل شيء تقريبا للتصويت العام، ولكن لحسن الحظ لم يطالب أحد بشيء من هذا القبيل حتى الآن، رغم أن ذلك ممكن نظريا. بالتصويت على مسائل من قبيل حل البرلمان أو نزع الثقة عن الأمير أو حتى إلغاء النظام الأميري. وبحسب مجلة فوربس الاقتصادية الأمريكية، فإن الأمير هانس آدم الثاني هو ثاني أغنى النبلاء في أوروبا. بنك LGT مثلا هو ملك للعائلة الأميرية. وتكافح ليشتنشتاين منذ بعض الوقت ضد سمعة اكتسبتها بصفتها ملاذا للمتهربين من الضرائب. فمنذ العام الماضي والإمارة تسلم الاتحاد الأوروبي قاعدة بيانات المودعين لديها. ومن ضمن الأشياء المحببة لدى الزائرين الأجانب نزهة في قرية مالبورن الجبلية. مربى الصقور نورمان فوغلي ينظم جولات برفقة الصقور الذهبية. هذا هو الملك، إنه يعيش في الأعالي. الثلج يتساقط طوال 7 أشهر مع العواصف، ودرجة الحرارة تصل إلى 20 مئوية تحت الصفر. هناك حيوانات قليلة يمكن صيدها هناك، وبقاؤه على قيد الحياة دون مساعدة من أحد أمر يستحق الاحترام. الأرض منبسطة على الجانب الغربي من وادي الراين، وهناك مناطق كثيرة مصنفة كمحميات طبيعية. المزارع نورمان هاسلا يملك مزرعة عضوية هنا. ورثت المزرعة عن أبي. مزرعتنا تعتمد على إنتاج الحليب. ننتج الجبن ونربي الدجاج لإنتاج البيض. مطعم وفندق لوفن يقع في قرية شيلنباغ. تعتبر وجبة كيس كنفلي الوجبة الشعبية في ليشتنشتاين. تتألف من جبن حامض مخلوط مع جبن سويسري صلب تضاف إلى عجينة القمح. عندما يكون الطقس جيدا يمكن للمرء مشاهدة سويسرا والنمسا بالعين المجردة من هنا. تحتفظ ليشتنشتاين بعلاقات وطيدة مع جيرانها، الأمر الذي لم يؤثر حتى اليوم على شخصيتها الفريدة.